اللهم يا رب اجعل سلام قرأنا وأنور مثلنا في روح سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اجعلنا كل خير، اللهم اجعلنا كل خير، اللهم اجعلنا كل خير. الله يشفع فينا بالقرآن العظيم، ويجعلنا من أهل القرآن العظيم، ويرحمنا بالقرآن العظيم، ويتوب علينا بالقرآن العظيم، ويجعلنا من أهل القرآن العظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. طلب الله يفتح عليكم، الله يحفظكم، الله يستركم، الله يجعلكم شابين رافعين الرايات، الرايات سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن وثم الوجه المستقبل. اتقوا الله ولد، اتقوا الله واذكروا الله وقرأوا القرآن لكل حرف منه بعشر حسنات. لهذا قرأ القرآن شحال مثقال تقرأ للحفظ، للحفظ للستر للغنى، للعلم، كل شيء القرآن فيه كل شيء، ما فرط في الكتاب من شيء، كل شيء في القرآن. إذا حاب يستغنى يقرأ القرآن، إذا حاب يكون عالم يقرأ القرآن، إذا حاب يكون حاكم يقرأ القرآن، أي حاجة الباب نتاعو هو القرآن العظيم، لأن هو كلام الله، والكلام من بعد كل شيء هو كلام البشر، أما القرآن كلام الله. وما ينزل من القرآن ما هو شفاء زيد شفاء ونور ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. الله يشافينا ويعافينا ويسترنا ويهديه ويغفر لنا ويرحمنا ويوسع علينا، واللي المريض الله يشافيه، واللي مغفور له يفرج عليه، واللي مدير له خير يدين، واللي ما عنده ان شاء الله يعطيه، واللي عنده اللي يزيد ان شاء الله. وجعلنا علماء عاملين بالقرآن العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والدينا والديكم والدين المسلمين كل المسلمين أجمعين، الله يرحمهم الأموات، الله يرحمهم ويوسع عليهم، وجعلهم في أعلى الدين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويغفر للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم الأموات من ابن آدم إلى يوم القيامة. اللهم رب لا ترحمنا أجمعهم ولا تسنا بعدهم، سيدنا الطلبة وسيدنا المشايخ وسيدنا اللي قرأوا القرآن، اللي يسر الله يرحمهم، واللي يحيي اللي يقويهم، واللي ما عنده الله يعطيهم، واللي ما واللي عنده الله يزيدهم إن شاء الله، ولا يثبتنا ولا يجعلنا من العلماء بالقرآن، ولا يجعلنا من من حكام بالقرآن، يجعلنا من فقهاء بالقرآن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. القرآن هو كلام الله يا عباد الله، اتأدبوا مع القرآن وعظموا القرآن، ربي يغنيكم ويوسع عليكم ويرفعكم إن شاء الله. هذا هو القرآن، هو باب الله وكلام الله. الله يرحمنا بالقرآن، الله يشفع فينا القرآن العظيم، الله يشفع لنا حمالة القرآن العظيم. كل طلبة أنا مش اللي يسكنوا في الغد الطلبة يقول لك كذا ولا كذا، احنا الطلب والطالب لحام كتاب الله سيدنا وبارك سيدنا وبارك عليه، لأن ربي كرمه بالقرآن العظيم. الله يجعلنا نكون معهم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، الله يشفع فينا القرآن، يحفظنا ويحفظنا بالقرآن، وينشرنا بالقرآن، ويجعلنا خيار الناس بالقرآن العظيم. ولجنتنا ولجنة المسلمين، الله يجعلهم حامين كتاب الله، ويجعلهم علماء بالقرآن، ويجعلهم فقهاء بالقرآن، ويجعلهم طلبة بالقرآن، والله يشفع فيهم وفينا القرآن العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل الإسلام والمسلمين، اللهم صل الإسلام والمسلمين، اللهم صل الإسلام والمسلمين. يا رب يا رب، إنك على كل شيء قدير، بكتابك وبكلامك أن ترحمنا وتتوب علينا وترحمنا يا سيدي ربي. يا الله يا الله، علمنا المباركة وهذا أسرك المباركة، وإنها على روح سن الشيخ الله يرحمه، اللي هو كان سبب علي في هذا المحل، وهذا سبب في الطلبة، واللي حفظه، واللي رمي حفظه، واللي روى علماء، واللي كذا، الله يرحمه ويوسع عليه سببه، كل هذا الخير وصلنا، يعني كل ما تقراوا، أن ينوي البركة تاع القرآن ليه، كل ما تقراوا، اللي قرا ثمانية ينوي، اللي قرا صورة ينوي، اللي قرا نص حزب، اللي قرا حزب، اللي قرا سلكة ينوي هذا. سيدنا الشيخ والوالديه والمسلمين اجمعين، باش ربي يحفظنا وربي يسترنا وربي يغنينا وربي يوفينا ما نتمنى ما نتمناو كامل الجماعة ان شاء الله. والزاويه هذه الله يحفظها، الله يعمرها بالعلم، يعمرها بالطلبه، يعمرها بالفقهاء، يعمرها باهل الخير، باهل الذكر، يعمرها باهل الاله الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذو وليداتنا نسال الله يحفظهم علماء عاملين شيكين لله رب العالمين. وانتم الله يعطيكم فضل، واتمنى ان شاء الله الله يشفعكم
واشفع فينا القرآن العظيم. اللهم ربي شفع فينا، اللهم يا ربي شفع فينا، اللهم يا ربي شفع فينا. بجاه عندك، بجاه عندك، بجاه عندك، بجاه عندك. وارحمنا وارحم المسلمين أجمعين. سبحان ربي كل ما توصل رحمة الله خدام ولا جنود. الله يرحم جميع الفقراء، يسروا إلى رحمة الله. والحيين الله يبارك فيهم ويعطيهم الصحة ويعطيهم العافية. الفقير لا يغنيه، واللي ما عندوش لا يعطيه، واللي عنده لا يزيد له الخير، واللي مريض الله يشافيه، واللي ما حتاش شي حاجة فيها الخير ليه من المسلمين الله يبلغ بها إن شاء الله، يبلغنا بها جميعا إن شاء الله. يا أرحم الراحمين يا رحم. وهذا المكان اللي راه حامينا ورافدنا وراه فيه القرآن العظيم ليل ونهار، وقال الطلبة يقراو ويتوسلوا بالله بكلامه. اللهم شفعوا فينا، اللهم يا ربي شفعوا فينا، اللهم يا ربي شفعوا فينا، واشفينا في ديتك عند ديتك يا أرحم، وشافينا شفا فينا جميع حماد القرآن الأحياء والأموات. الأموات الله يرحمهم ويوسع عليهم ويشفع فيهم القرآن، والأحياء الله يحييهم على الطهارة وعلى الصحة وعلى الإيمان، ويشفع فيهم القرآن العظيم، ويشفع القرآن العظيم في جميع المسلمين يا أرحم الراحمين، ويخلي دار الكفار ويشبههم إن شاء الله بحق القرآن العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.